روحة يا باه هيا يا باه. عارفه انا منعشه فرحه طبعا وكل بيخاف من فرحه في المزرعه العاديين. فروحة يا باه هيا يا باه. عارفه انا منعشه فرحه طبعا وكل بيخاف من فرحه في المزرعه العاديين. ولا انا معاها ما هتخافش منها. طب تعالى جنب منها كده وقف بعيد ليه. لا سند على الدلوع. شو ده الدلوع؟ حاسب مين؟ نزل براي. املي يا براي. انت اول ما جيت حبيت كلم كلم بتعرف بتعرف. عايز اسالك سؤال يا براي. هو انت قبل ما تيجي عند الكابتن كنت بتتعامل مع خيل؟ فين؟ عندكم؟ لا والله. طب الفرسه بتاعتك اسمها ايه؟ اتعلمت الخيل ازاي يا فرحه؟ فرستك اسمها فرحه؟ وايه تاني؟ و اه والله والله كان عنده واحده اسمها فرحه واحده واحده كانت بيضه كنت شايفها بيضه زي دي زي البلوعة بس كانت بيضه. كانت اسمها البيضه برضه؟ اه ماشي. فولد حسبي فسميتها فرحه. تمام. طب بس انت بتحب الدلوع؟ اه بتحب الدلوع اكتر ولا فرحة اكتر؟ ايه تحب الدلوع اكتر ولا فرحة؟ الدلوع. انا احب فرحة. انا احب فرحة اكتر. ولا بنحب الدلوع ولا بنحب فرحة. بنحب نغم. طب ونغم مش موجودة. ما شفناش منها حاجة عشان نحبها. انت شفت من الدلوع ايه مثلا؟ كل الخيل. زي شطارتها حلاوتها وترقص. طب على فكرة فرحة هتبقى احسن من الدلوع. يعني تبقى احسن. يبقى احسن عشان مش بتاعي يا بنت. عاوز تخاف مين؟ فرحه ولا فرحه ما تخافش؟ عادي لما تيجي تسحبيها ولا تركبيها تخاف تخوفيها. عشان اللي جاء الوش بتاعها الوش بتاعها الوش بتاعها مخلوع صح خدتش بالي منه. طب عايز اسالك سؤال. من يومين احنا كان معانا فيديو وكانت فرحه بتعيط. كانت تعبانه؟ لا 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 كانتش تعبانه اليوم ده. كانت تعبانه. هو نعم الخيل بيحس صح. هو كل بيجلج من فرحه. ايه مريوحة وسمعته بس. طب هي دلوقتي بتعيط وبعدين بلا بتعيطش. انا بتعيط دلوقتي. واخد بالك؟ واخد بالك ده وجع ده صح؟ اوحش حاجه بقى في فرحه تزنيجه دي. عايز اطهروش تزنيجه. يلا جاد جاد عايز يرحم. ايوه خافني. ابراهيم انت اول ما جيت يا ابراهيم كنت بتحبي من الكفته بامانه نغم ولا دلوع؟ اول ما جيت كانش في غير الدلوع. كنت لسه من الكفته. ليه؟ لاني انا كنت رحت الفرصه عندي وكنت اطمع حسيت ان حسيت ابراهيم حسيت ان بخير. حسيت ابراهيم طهرش يا ابني طهرش. هي دلوقتي طب مين بقى اللي علمك الخيل والكلام من ده؟ اللي علمك اللي انت تعلفه وتعلقه وعلمك تركبه وكده. كان جاي كانش جاي كان جاي معرفش يعلق الخيل. ايوه ايوه انا قدرنا نعلقه في العربيه. بابا عرفه يعلقه ازاي. مش الكابتن اللي عرفك تعلقه ازاي؟ مين اللي علمك ركوبه؟ استنى بس يا فيلم بقول لك احنا كان عندي زفتي. مين اللي علمها لك؟ اه
مفيش حد، انا اتعلمت لوحدي. انت اتعلمت ركوب لوحدك؟ والحركات اللي هم بيعملوها خياله لوحدك؟ ايوه، وما كانش معلش عده ولا عليها حاجه كمان. يا بنت العربيه انت لما تركبها بس سواقه العربيه بتاعت الحصان غير سواقه الحصان ذات نفسه. ايوه ماشي يا ابراهيم، بس عربيه سهله يا ابراهيم. ماشي، بس انا كنت مركبه غير العربيه، انا كنت حامل برسوم اركب عليه. على الفرس؟ ايوه. ربنا كانت نتاية ولا دقة؟ دقة. كانت دقة؟ نتاية. عملت على النتاية وعلى الدقة. وكنت راكب فين بقى؟ كنت بتركب في فين؟ على ظهرها انا وعلى البرسيل. وكنت رابط التانية جنبيها. رابط التانية تاية. ما انت بتقول انا حملت على الاثنين، خدت الاثنين ازاي؟ ما هو كان واحد بعد واحد، ما جبت واحد بعد واحد. يعني انت بتقول دي ده بتجيب. ما انا سألت سؤال، لو كابتن في يوم قال لك من عيون انا عايز نبيع دلوعة. دلوعة ده ننجهر عليه. ابراهيم والله مش عارف عيب. والله انت كنت فيك ابراهيم بصراحه، بس بص الخيل خيل واقف له ازاي عايز. طب ليه يا ابراهيم بيحب يحك في كتة؟ ما بيحبش يحك جناح. هو الخيل ده ما عاوز يحك في يا مو. طب ما تسندش على الفرد عشان تفكر ابراهيم. هو عارف ابراهيم، هي عارفه ابراهيم، بس احنا في ساعتها والله. ايه بتغير فرصه هي صح ابراهيم صح؟ لا يا رب ايه هذا فاز؟ تعرف صار يدرك هنا؟ دي دي كسر الطوب ده ولا الطوب ده كسر دي؟ لا الطوب اللي عندك ده كسر دي. لا كسر، هيكسرها عشان تتخلع من الحديد. بس هي مش هتتكسر، حديدها تتكسر. طب هو عادي لو ياسين ركب على الضلع وهي كده؟ ما يقدرش يركب عليها. ليه؟ اخاف. ما عارف خوف قهر يا بابا. انت شفتها لما كنت جيت نحضر هتعمل ازاي؟ جبال اركب على كده خلاص هتحصل فوق. ابراهيم الفرصه دي حاجه صح؟ طب اركب على الدلو على فرحه. فرحه؟ فرحه اسود من دلوعة. اسود من دلوعة ازاي؟ لا مثلا دي فرحه تضرب اكتر. انا ركبت فرحه يا عم، بس ما ركبتش دلوعه خالص. ماما لا ركبتها مره برضو ما سويتش ماما. ركبت مره بس ما سويتش ماما. قلت بابا؟ قلت بابا يعني؟ لا ولا بابا ولا ماما. ما علقناها. فكر ركبها؟ وردت لحد ركب عليها؟ ما ركبتش تمشي اصلا لحد. كل ما تدي له مرشاله قدام تدي مرشاله ورا. بس اللي زي فرحه ده يتركب هو كده؟ تتعلم. يعني يركب على واحد. لا يوسف يركب على اسم، ما ينفعش اسم جدا في الحاجة. تمشي شوية، تقف شوية، تتعلم عشان لما تكبر تبقى متعلمها لحد يركبها. دي بقى كان هما بيركبوها وهي صغيرة عشان كده علمت اللي ركوب. اللي بينفع فعلا مع فرحة عم محمد. وده على فكرة يركب فرحة لا انا عندي تحدي، اللي هيحل الفزوره دي بقى هو 100 بلاش يا ابراهيم. بجرتنا السود حبلها ظهرها كله من شرها، اللي يحلها بقى هو 100 باي. ايه باي 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 يعني باي ده.